نتكلم ان شاء الله عن بوس موجود في لغيانا في ذليك ان جريفول، اسمه ادنين شيء او الك شيء ادن او عدين شيء. طبعا بوس كان دمه قليل، كنت افوز عليه بس انه سويت حركة غبية وتعس على الحركة من حركاته ومت. البوس هذا عنده عدة ضربات، بسيط، عنده بايرومانسي وعنده صاد زي سيف في سحر، سيف في سحر، سيف من واغ ولا واغ، حبل نص. هذه واحدة من حركات الشمس الملتهبة تسويها، إذا انفجر توصل عند مكان تنفجر تسوي نار مكان. طبعا أنا قلت بجرب الماجيك ضده ولعل وعسى كان ما ردوا قوي عليه. ثاني شيء ليش قلت الماجيك؟ لأنها قلت جاهزة. طبعا البوس هيل مرة واحدة بس ما يمدي إن شاء الله مرة ثانية. هذا الصوت أح كسر الشيل حقي أو الستاجر أو استمنة. سويت نفسي هنا روحت لأني بضرب. لو أنت هتستمنى حقتي. هيل عشان ما نخسر. تعال ما يمديك تهيل فلة عشان مرة ثانية تهيل. القم تي باك. يلا ودع خلصنا. وهذا الشيء اللي عندنا يعني. السبل.